وينضم إلي عبر الهاتف الآن دكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور عمرو، مساء الخير. ويعني بعد هذه السنوات كيف نعيد النظر لهذا الاعتصام ولفضه؟ نعيد النظر في ان نعرف الحقيقه يا ريم، بمعنى ان لدينا اكثر من لجنه لتقصي الحقائق شكلت بعدها 25 يناير 2011، منها اللجنه اللي تشكلها الرئيس المؤقت عدلي منصور الخاصه بما حدث في فض الاعتصام، ولم تظهر تحقيقاتها الى النور كغيرها من باقي لجان تقصي الحقائق. وضعت تقارير بالفعل، لكن هذه التقارير لم ترى النور حتى الآن. الشعب طبعا يريد أن يعرف حقيقة ما جرى في كل هذه الأمور، خاصة في الأمر الذي نتحدث عنه الخاص بفض الاعتصام. هذه واحدة. الأمر الثاني وهو مرتبط بالأول بشكل مباشر، وهو أننا أمام استحقاق دستوري مهم يجب أن ينتهي في خلال بضعة أسابيع قليلة وربما ايام، ولا اتوقع ان هو هيتم بسبب عجز البرلمان عن التشريع او ان سن التشريعات الضروريه، وهو اقصد به اصدار قانون العداله الانتقاليه. قانون العداله الانتقاليه زي ما انت عارف كريم صدر في كثير من بعض البلدان اللي كانت في ظروف شبيهه بمصر، خاصه بلدان امريكا اللاتينيه وجنوب افريقيا، وكان اساسه التسامح وجبر الضرر والتعويض المتضررين، وايضا عقاب من قام باعمال تجاه الاخرين مناهضه لحقوق الانسان. هذا القانون مهم للغايه، مفيد جدا. اظهار الحقائق من خلال اللجان التي سبق وان ذكرتها، لجان تقصي الحقائق، حتى نعلم ماذا جرى وتقوم يتم تفعيل هذا القانون، قانون العداله الانتقاليه، بعد اصداره مباشره، حتى يكون هناك نوع من المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب المصري ككل. لا أقصد هنا بالمصالحة عودة جامعة الإخوان المسلمين لممارسة العمل السياسي ولا حتى العمل الدعوي، لكن يجب على أفرادها اللي هم مش بالعشرات ولا هم بالمئات، هم بأكثر من ذلك، أن يكونوا مندمجين في المجتمع المصري. هؤلاء ليسوا كائنات غريبة من الفضاء تأتي لنا من الفضاء، هؤلاء ليسوا أشخاص يعني يقومون بالعنف لغرض العنف. يجب ان نفتح صفحه جديده حتى يندمج ابناء الشعب المصري وينصهروا مره اخرى حتى في بوتقه واحده، ويكونوا جزء من عمليه البناء. طيب اسمح لي دكتور عمرو، ايضا نعم، ممن هم يواجهوا اعمال العنف والارهاب. طيب اسمح لي حضرتك هنا بجمله، ربما تكون زي جماعه دكتور عمرو داعش وغيرها، اسمح لي هنا بجمله اعتراضيه من شقين. الشق الاول مرتبط يمكن من باب الصدفه انه كان ضيفي بالامس في موعد مع البرلمان امين سر اللجنه التشريعيه، وكان من ضمن الاسئله يعني مع قرب انقضاء هذه الدوره التشريعيه ما يرتبط بقانون العداله الانتقاليه، وكان في حديث انه الاسبوع القادم من المتوقع ان ترسل الحكومه هذا المشروع مع مشروعات أخرى، بس لنقل صورة أخرى. وإن كان البعض يعني بيشارك حضرتك هذا القلق في أنه الفترة الزمنية المتبقية هل ستكفي أم لا لمناقشة هذا القانون وغيره. النقطة الثانية وهي المرتبطة بهذا العنوان، يعني أصبح ذو شجون بالنسبة للمجتمع المصري فكرة المصالحة، والسؤال هنا ذو شقين. أولا، هل عندما نتحدث عن العدالة الانتقالية هل فقط نتحدث عن جماعة الإخوان أم نتحدث عن الحكم الأسبق أيضا؟ هذا شق. الشق الثاني، إلى أي مدى نحن نتحدث عن مقدمات بالفعل تؤدي إلى هذه النتائج؟ إذا كنا ما زلنا نتحدث مع تركيا على لسان وزير الخارجية بالأمس أنه يعني الحديث الطيب يجب أن يرتبط بأفعال، وأن الأفعال لحد امبارح ونسب تصريحات لبنكي مون بأنه سيتم فتح تحقيقات في فض ربع نفتها الأمم المتحدة تثبت العكس، وهذا ينسحب بالأساس على الداخل الجماعة الإرهابية. شوف كريم، الجزء طبعا سؤالك من ثلاث حاجات اساسيه، وانا هجاوب عليهم باختصار شديد قوي. الامر الاول ان احنا فعلا امام استحقاق دستوري صعب المنال في هذه الايام القليله جدا، وهو غير مرتبط بس بالعداله الانتقاليه على فكره،
بالعداله الانتقاليه وقانون بناء وترميم الكنائس وقانون المحليات. طبعا عندنا كمان استحقاق المحليات ومن قبله طبعا انشاء الهيئه الوطنيه للانتخابات، وكلها تقريبا فيها حاله من العجز المزري، العجز المزمن للبرلمان عن التشريع، والجزء منه بسبب الحكومه، عشان نزل البرلمان برضه جزء منه بسبب الحكومه، لان الحكومه عايزه هي اللي تبادر وعايزه الاعضاء ما يبادروش، او اي مبادره للاعضاء يجب ان تلحق بمبادره بتشريع الحكومه يكون هو الاساس، ومناقشه واقتراحات الاعضاء بقوانين هي تكون ملحقه بتشريعات الحكومه اللي هي بطيئه للغايه. هذه واحده. السؤال الثاني متصل بلجان التحقيق، بلجان التحقيق اللي جرت. لا انا ما اقصدش ابدا لجان التحقيق اللي جرت ان هي متعلقه بس باحداث 30 يونيو. ده هي مرتبطه بحدثين اساسيين اللي هي متعلقه بالمصالحه الوطنيه. هو المصالحه هو لجان التحقيق فيما حدث في 25 يناير 2011 وما بعده، ومن ثم المصالحه ما بين التيار الثوريين وما ورجال مبارك. اثنين، ما حدث في 30 يونيو وهو مرتبط بالمصالحه ما بين الاخوان وما بين التيار المدني. الامر وطبعا زي ما قلت هنا المصالحه هنا مش معناه الصفح، لا ده المصالحه هنا او العداله الانتقاليه هنا معناها جبر الضرر، معناها تعويض المتضررين، ومعناها حتى العقاب. الشق الثالث من سؤالك فيما يتصل بالتدخل، دخول تركيا على الخط ودخول الامم المتحده على الخط في صد الاعتصام رابعة. لا هنا انا مع دايما ريم ان احنا بنحاول قدر الامكان ان يكون كل ما كان لدينا مبادرات ذاتيه ومبادرات فرديه واجراءات داخليه تمنعي تدخل الخارج مباشره. بمعنى هذا الانتقاليه او هذا القانون صدر او حدث نوع من الاخذ والرد فيما يتعلق بالمبادرات المصالحه، سواء اذا كان من هذا الطرف او ذاك، او في مواجهه 25 يناير او في 30 يونيو، انت هنا بتمنعي تدخل الاخر او تدخل الخارج، وبتشجريه في نوع من الزجر لعدم تدخله على اعتبار انك لديك وسائل بالفعل ناجحه وناجعه لمواجهه مشاكلك الداخليه دون الحاجه الى. لا هو انا بس عفوا دكتور عمرو، انا لم اكن اقصد في واقع الامر فكره تدخل او وساطات، انا بتحدث عن يعني مثال يشابه في زاويه معينه. يعني باذكر حضرتك بان وكاله الاناضول كانت يعني نقلت كذبا على لسان النائب المتحدث باسم الامين العام للامم المتحده انه بان كي مون قرر اجراء تحقيق بشان فض اعتصام رابعه، وبالتالي يعني ربطا بحديث وزير الخارجيه. هذه الامور في الداخل او وجود هذه المبادرات في الداخل والتفاعل معها هو الذي بيمنع الاخرين على الصيد في الماء العاكر. يعني هو بيمنع الاخرين اذا كان بنتكلم مهما كان، اذا كنا بنتكلم على قطر، بنتكلم على تركيا، بنتكلم حتى على اي تدخل من الامم المتحده، على اي منظمات الحقوقيه الدوليه، بتمنعي كل هذه الاطراف على الصيد في الماء العاكر. طيب. طيب فكرة العدالة الانتقالية أو فكرة يعني خلينا نضعها في صورة النظر للمستقبل أو بناء المستقبل سويا، كل النماذج اللي حضرتك ذكرتها كانت بتتحدث عن صياغة متكاملة. الآن القاعدة التي يمكن أن ننطلق منها هي في أي اتجاه دكتور عمرو؟ لأنه في اتجاهين، وأنا حتى وجهت السؤال ده لضيفي امبارح في موعد مع البرلمان. هل نتحدث عن فكرة أنه التغاضي عن الماضي والنظر لبناء المستقبل لأن يكون هذا هو الأساس، أم عن زاوية أنه المحاسبة عما فات هي أساس بناء المستقبل؟ لأنه كل واحدة تسير في الاثنين. يعني إذا كنا بنتكلم على أن احنا بالتأكيد محتاجين لدولة قادرة على مواجهة تحديات محددة، فبالتأكيد أن احنا لازم أن يكون في جزء من المسألة في تغاضي عن النظر للمستقبل وبعض من التسامح فيما يتعلق بما حدث، لكن هذا لا يمنع في نفس الوقت هذا لا يمنع جبر الضرر وتعويض كافة المتضررين. الأمرين مع بعضهم البعض، يعني كل من الأمرين يكمل بعضهم الآخر. ما من شك هناك تحديات على فكرة، والتحديات من كلا الطرفين. يعني عندنا وسائل اعلام للاسف بتسعى الى
تأجيج الأوضاع، وصف هؤلاء الناس إنهم غير مصريين، جاي من كوكب ثاني، لابسين قرون أو وجوههم مختلفة عن وجوه البشر و إلى آخره. وعلى الجانب الآخر هناك لا زال في تزكية لأعمال العنف، وهناك في نقد تحديث لهذه الأعمال وتمجيد أعمال العنف، بل وأحيانا القيام بها زي ما حصل مع النائب العام وزي ما حصل مع محاور اغتيال الشيخ علي جمعة. وناهيك عن التشرذم اللي موجود داخل الجماعة، اللي موجود في السجون واللي موجود في الداخل خارج السجون واللي موجود خارج مصر، كل ده وكل طرف بيحاول يزايد على الطرف. طيب بس خلينا نتفق دكتور عمرو انه حتى المزايدات يعني اعتقد انه الشارع المصري والمواطن المصري اثبت على مدى السنوات الخمسة الماضية انه يستطيع الفرز جيدا جدا. وبالتالي يبقى السؤال، الشارع المصري وعلى مستوى حتى الحياة اليومية، المواطن العادي اللي يعني تؤكد له الإثباتات يوميا أنه مثلا أحد أسباب ارتفاع الأسعار وارتفاع الدولار أنه أحد الموارد وهي تحويلات المصريين في الخارج تتلاعب بها الجماعة صراحة، إضافة لما يرتبط بهم من شركات الصرافة. وقس على هذا، أنا مش هتكلم على العنف، أنا بتكلم حتى على ما يمس المواطن العادي، ضرب الدولة المصرية في مقتل حتى سياسيا بإساءة الترويج من خلال دول بعينها. هل هذا المواطن الذي يجد هذا يمسه يوميا في بيته وفي قوته، هل سيستطيع استيعاب هذه المعادلة اللي بتتحدث حتى على إعادة الدمج، أو حتى على تصديق فكرة أن هؤلاء قابلين أو يرغبون في إعادة الدمج وليس في العودة مرة أخرى للحكم؟ نعم، وطبعا هناك بالتأكيد هناك صعوبة أكثر من سبب. أولا أنت لديك إعلام أو بعض، عشان ما نظلمش، بعض أجهزة الإعلام مرضت، وبعض الإعلاميين مرضوا على نبذ يعني الترويج لمناخ الكراهية والتعميق لهذا المناخ. وعزز من ذلك، زي ما انت بتقول انا معاك تماما، عزز من ذلك اعمال العنف والارهاب اللي بتقوم بها الجماعه بشكل كبير على الصعيد، بس زي ما انت قلتي، مش وانا طبعا بحييك على انك انت فتحتي الموضوع، ان الموضوع مش بس قاطر على الموضوع الامني، لا، موضوع امني وموضوع اقتصادي كمان او له ابعاد اقتصاديه. لكن الـ ما من شك ان دوت بيحتاج منا الى ان يكون في نظره، ما هو ده يا ريم القانون، يعني ده العداله الانتقاليه، فيها شق من نوع من التسامح، وفيها شق من نوع من جبر الضرر، وفيها شق من تعويض التعويضات. يعني والا هنخرج بحلقه مستديره من، انا مش مختلفه مع حضرتك، انا مختلفه يعني على المقدمات التي تؤدي الى نتائج يا دكتور عمرو. يعني نتحدث عن زي ما بيقولوا كده، يعني ايد لوحدها ما تسقفش، لو حضرتك معاك طرف اخر يسير في الاتجاه المعاكس، الى متى ستظل يعني مصرا على فكره جدوى هذه المعادله؟ شوف، اقول لك على حاجه، ما هو مثبت حقيقه ان هؤلاء يكرهون كراهيه عمياء مساله السجون، ويريدون جزء معتبر منهم يريدون الوصول احيانا كثيره الى بعض التسويات اللي تخرجهم من السجون وتخرجهم من محابسهم. انت تستطيع ان تستغل هذه الورقه لتحقيق بالفعل تحقيق مصالحه وفقا للقانون ووفقا للعداله الانتقاليه. ولا اقول هنا، وفي تحليل حضرتك، الا يكرهون ويرفضون فكره الوطن؟ انا بيتم القفز على الدخول في العمل السياسي، تمام، لكن ما اقصده هنا إن تحقيق المصالحة هنا أمر مهم ما أنا بس في استدراك لازم أسمع رد حضرتك فيه يا دكتور. التنمية المجتمعية، وده مش هيحصل إلا لما كل فئات المجتمع المصري بتشارك. إحنا موجودين، إحنا بنتكلم على ناس موجودين في معظم البيوت، منهم في كل بيت هتلاقي واحد أو اثنين، أو كل عيلة هتلاقي واحد أو اثنين أو ثلاثة. فيعني ما بنتكلمش على ناس منعزلين أو قاعدين في جزيرة منعزلة. بس يبقى السؤال، إذا كانوا وفقا لفرضية حضرتك يكرهون السجون، هل يحبون الوطن؟ هل يقبلون بفكرة ومعنى وقيمة الوطن ووحدة الأرض؟ ما هو ده المقابل الموضوعي برضو. فيعني سؤال، أنا معاك كل اللي تريده أنا مقتنع بيه تماما ومعاك فيه تماما. هناك مشاكل تحتاج إلى مراجعات، وتحتاج إلى إعادة تقدير مواقف، وتحتاج إلى
زجر هؤلاء والتصويت معاهم وعقد مساومات واثبات حسن ووضع فترات انتقاليه لاثبات حسن نوايا. انا بقولش الناس تخرج من السجون بكره، وضع فترات انتقاليه لاثبات حسن نوايا، والا هنتمينا في حلقه مفرغه من العنف بشكل يعني كبير. مفهوم يعني. واذا اتفق الجميع على ان الوطن وأمن الوطن والأمن القومي لمصر هو الرقم الأهم في هذه المعادلة فلن نختلف. أما إذا كانت هناك مهددات لهذا الرقم الأساسي في المعادلة أعتقد أنه سنحتاج لإعادة النظر. طبعا لازم يكون هناك اقتناع كامل من كافة الأطراف بالتسامح وبالمصالحة وبالشأن وبالأمن القومي المصري بالتأكيد. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. وفي المتابعة